مشاهدينا الكرام، من داخل جناح القوات المسلحة بمعرض القاهرة الدولي الكتابي، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ أحمد. دايما بتسعدنا بوجودك معنا في كل الاحتفالات والمنتديات والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة. إن أنت متعود تيجي جناح القوات المسلحة الخاص بمعرض القاهرة الدولي الكتابي. انا مش متعود اجي، انا بعتبر نفسي واحد من ابناء المؤسسه الوطنيه العريقه، وانا بشرف ان انا محرر عسكري من سنوات طويله، وبالتالي هذا الجناح انا بعتبره ده جزء من تاريخ مصر المهم، اللي مش انا بس، اي مصري لازم يعني يدعو اولاده وابنائه واسرته انهم يجوا هذا المكان، لانه بيعرف تاريخ العسكريه المصريه الوطنيه، العسكريه المصريه وعقيدتها القتاليه للدفاع عن الوطن، دفاع عن الشرف، دفاع عن العرض، دفاع عن الناس، دفاع عن امن البلد، انك تعيش، ده تاريخ مسجل موجود، وبالتالي هذا الجناح من الاجنحه المهمه جدا. وبالفعل انا تقريبا في كل عام بجيب اولادي بيصوروا كمان، فرحانين جدا انه بيبقى شايف الفكره العسكريه عند الشاب المصري مهمه جدا وفكره رائقه جدا وكله بيسعى عليها، انما مطلوب مننا ان احنا نزكي هذه الثقافه، ان احنا ندعمها عند اولادنا. فانا بعتقد، وبعدين كمان الجناح ده كمان كل سنه بيطور بشكل جديد. اللي عجبك السنه دي يا استاذ احمد؟ انا شايف الشاشه التفاعليه الجديده الموجوده، شايف بعض المؤلفات يعني طلعت عليها كده، بصيت عليها سريعا، يعني فيها شيء كويس جدا، فيها تاريخ مهم جدا، فيها شخصيات عسكريه مهمه جدا، لانه كمان جزء من الحاجات اللي احنا لازم نثبتها ونرسخها عند اولادنا فكره القدوه. ففي مثل هذا الجناح هناك كتب ومؤلفات عن القدوه العسكريه، قرر عسكري، شخصيات اكتوبر، شخصيات ابطالنا العظام، معاركنا العظيمه اللي انتصرنا فيها، جهود الجيش المصري في فترات ربما لا احد يعرف عنها، جناح عن التنميه الشامله والمشروعات اللي بينفذها الجانب الاخر من القوات المسلحه اللي هو جانب السلم، انك انت في فتره السلم انت بتبني، انت بتعمر، انت بتحمي في جانب الحرب، بتحمي بلدك، بتدافع عنها، بتفدي، لكن في وقت السلم انت بتبني وبتعمر وبتساعد وبتحقق تنميه حقيقيه. فاعتقد كمان في شاشه كبيره جدا بيعرضوا فيها المناوره قادر 2020، رايك في يعني؟ انا طبعا انا شرفت ان انا حضرت الختام بتاع المناوره في اللي شرفه سياده الرئيس وضيوف الكرام، حاجه مبدعه بتقول ان الجيش المصري جيش يمتلك القدره، جيش قادر على حمايه بلد. ثلاث رسائل، الرسالة الأولى للمصريين اطمئنوا، لديكم جيش قوي قادر على حماية أمنكم وأرضكم ومقدراتكم. رسالة للخارج ولأي حد يفكر مجرد تفكير أنه يمس أمن مصر القومي، أنت هتتقطع إيدك، أنت لن تستطيع أن تقترب من حدود مصر ولا من أمنها القومي. رسالة لكل مستثمر ولكل سائح جاي مصر بيقول تعالى أنت في أرض أمان، لديها جيش يحميها، لديها رجال قادرون على حمايتها وعلى عهدهم والوفاء بعهدهم في الحماية لهذه الأرض.